النظام التعليمي من حيث المضامين، من حيث المضامين ومن حيث المناهج يعد أناسا سوف يشتغلون في ظروف لا يفرقون فيها بين خصوصية المرأة وخصوصية الرجل. المرأة من اللي غتجيها مثلا الوقت ديال الدورة الشهرية كيف تحدث على القرآن وكيف تحدث على السنة، ولكن هي مهندسة واقفة في الشانتي وخصها تبقى واقفة تما في هذاك الشانتي اللي مكلفة بواحد الطرف ديال الطرود، كيف ترجع هذيك العشية للدار؟ وملي السيدة مثلا تزوجات وسهل الله وجاب الله الحمل وبغات تولد، في الفترة ديال الحمل ديالها غادا تبقى واقفة هذاك 12 ساعة ديال الخدمة؟ أنا باقي ما دويتش، أنا باقي ما دويتش على المنطيح اللي هي مجوجة ليه، كي غادا تمجي ليه في العشية، أنا باقي ما دويتش على هذه المسألة، أنا كندوي على المسائل المتعلقة بالخصوصية داخل العمل. أما مخلفات تلك الخصوصية خارج العمل هذا موضوع آخر. 8 12 جو 6 ما كاين باس، من اثنين تجمع هادشي الا ما كان السبت في الصباح ولا السبت كله، هادشي الا ما كانت هي كتجري فيما يتعلق بالاعمال ما كيبقى عندها لا السبت لحد، لا كانت شاده مثلا في الكونطابيليتي ولا جيستيون فينانسيير ولا الفيدوسيير ولا كذا، سولوا الناس اللي كتعرفوا الناس خدامين في بيرو ديال الكونطابيليتي، عيط لي وقول لي الا بغينا نتقهوى وغدا في العشيه. إلا دخل دارهم مع 12 الليل في شهر 3 وشهر 4 ما يقول الحد، 12 الليل إلا دخل دارهم ما يقول الحد. فحنا كنتكلموا على واحد المسألة قبل ما نشوفوا قضية ضوابط الاختلاط ماشي ضوابط الاختلاط، هذه مسائل قلت لكم ثلاثة ديال الكلمات صافي هز ضوابط سير بحالاتك، حنا كنتكلموا على أصول المسألة، هذه هي اللي ربات فينا مجموعة من الأمور صرنا فيها نستهجن أمورا. دابا مثلا الشاب ملي كتجي عنده الشابة تقول لي عافاك الله خليك هذاك بوليكوبيا ديال الدرس اللي سميتو كيقول لها مثلا هاو، كتقول لي زرا غدا ان شاء الله تعالى نتلاقاو هنا نجيب لك البوليكوبيا، ولا صافي الغد ليه كيجي كتمدي البوليكوبيا بارك الله فيك كيمشي معقد، تقول السلام عليك انا معقد. الاصل راه هو هذا، لكن المشكل ديالنا صرنا نستهجن داكشي اللي قلت لك، راه التصورات ديالنا لابد ان تصحح. لا شريف هذاك الدري ماشي معقد، هذاك راه هو الاصل اللي خصو يدير معاك، وهذا قمه الاحترام، هذا قمه الاحترام لانه خايف عليك، والا الاخرين راه موجودين. انا ماشي مشكله خلي عندك عندي منه جوج راه صورته فتفهمنا. انا ما كنقولش ان الانسان يكون يعني جلف ويكون صليف في المعاملات ولا يكون مثلا، لا انا في انتظار ان سيدي نضبط لها داك الفريكونسي ديالها ونقادها، في انتظار هذيك المساله لا شيء يعدل السلام، لا شيء يعدل السلام، وخصوصا بالنسبه للشباب يعني هو دابا القضيه تقادات للمزوج اللي ما مزوجش، لكن خصوصا بالنسبه للشباب اللي باقي ما مزوجش. النبي عليه الصلاة والسلام كان واضحا في حديثه عليه الصلاة والسلام قال لك يعني الرجل إذا خرج مثلا فرأى من امرأة ما يعجبه منها إلى غير ذلك، يعني مال لها وكذا إلى خليه، قال لك فإن عاد إلى بيته فليأتي أهله فإن ذلك يذهب ما كان يجد. هو هذا مزوج، فهمنا؟ تلي مزوج، إذا لا شيء يعدل السلام. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، العلاش العلة، فإنه كيقول الأصوليين فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، هذا اللي كيتزوج زواج إسلامي ماشي زواج ديال النشاط، فمن لم يجد فعليه ما قالش لك بالجوع بالصوم، يعني الحالة الإيمانية ديال الصيام اللي كتكون فيها، تفكر ملي كتكون في رمضان كيفاش تكون ديال، ما تقدرش تخسر الهضره، ما تقدرش تشوف اي حاجه، ما تقدرش تفرج في اي حاجه، ما تقدرش تضيع وقتك في اي حاجه، تقبل على الطاعه، تقبل على القران، تقبل على عملك، الى عندك واحد العمل ولا دراسه ولا كذا تقبل عليها بجد، تنظم وقتك، عندك شويه بركه ديال القيام ديال الليل، عندك السحور، عندك كذا، هذا هو الصوم اللي تكلم عليه النبي عليه الصلاه والسلام ماشي الجوع. فمن لم يجد فعليه بالصوم فانه له وجاء. فملي كنتكلموا حنا على ضوابط الاختلاط حنا ما كنتكلموش على الضوابط العامه، الضوابط العامه هذه معروفه، انا كنتكلم دائما واكررها
احنا محتاجين ان نعيد صياغه وعينا وفق منهج القران والسنه، حيت هادشي باش كنتسموا مسلمين ماشي بشي حاجه اخرى.